معذرة معذرة اتفضل إذن، لا اتفضل. حينما نفخ الله تبارك وتعالى من روحه في آدم في آدم فصار هكذا، فجأة تحول هذا الصلصال الذي كالفخار إلى ما نحن عليه الآن من جلد ايوه ولحم بالظبط وعظم كده، ايوه بهيئته. ايوه وهذا سبحان الله بهذا بفعل الروح. سبحان الله. وهقول لحضرتك على حاجه تطمنك في الحته دي. تفضل. لما بيجي واحد يحتضر ويبقى في على فراش الموت بنستدعي له طبيب. نعم. خلاص؟ نعم. الطبيب لما يجي ويلاقيه الحاله يعني بيقولوا عليها ميؤوس منها، يجيب دبوس او ابره ويشكه في رجليه. نعم. وبعدين يقول لك قدامه 4 ساعات، قدامه يوم، قدامه 3 ايام، قدامه يومين. هذا الكلام مش بيقوله بعلم قطعي، لا يعني أظن اليوم يعني ممكن يبقى بسيط. يومين، نعم. اليوم يبقى نص يوم، الساعة تبقى احتمالات. احتمالات، احتمالات. بس كلامه عشان هو دارس طب، كلامه معناه ايه؟ انه لما يبوسة شكوا في الجسم. اهو كده يبوسة خلاص الجسم. بدأت الروح تمشي من المرحلة دي، مفيش روح في الحتة دي. فتلاقيه يشك ما يتحركش، يشك فوق يتحرك، يبقى في حتة ماتت، صح. يبقى في حتة خرجت منها الروح، ادي المعنى. فزي الروح ما دخلت عكسها دخل. الموت، يعني هي دخلت سبحان من الله. هنا لا حول ولا وصارت في قوة. البدن. انت شوف عملت ايه بايديك، قلت بقى كده. ما هو الاول كان فخار، صحيح. كان صلصال، وكلمة صح. صلصال لها وقع، انك لما دم. تخبط عليه رن صح. يصلصل يعني. لما صح. دخلت الروح بقى دم ولحم وعروق، سبحان الله. سبحان الخالق سبحان الاعظم. الخلاق. الغريب في امر ادم انه اول ما دخلت فيه الروح اشتهى الطعام. اول ما قعد قبل العام الذي اشتهاه آدم اول شيء اشتهاه، لم ينطق الحمد لله تبارك الله بسم الله مثلا. هو لما في بعض الروايات يقول لك عطس فقيل امر بالحمد فقال الحمد لله، يعني فشمتته الملائكه. الكلام ده فيه اختلاف، في خلاف. في خلاف، لكن انا عايز اقول انه انا حضرتك ما حققت هذا الكلام. والله اصل الاسرائيليات انت عارف ملهاش سند عشان تحققه، يعني صحيح. بيقولوا كلام مرسل كده وخلاص، صحيح. لكن مش في حديث الرسول صلى الله عليه لا وسلم. اود ان انفذ نقطه مع الى نقطه مع فضيلتكم دكتور ده، يعني اتفضل. ادم اول ما نطق عرف الله سبحانه وتعالى. هي دي نقطة مهمة جدا. إذن معرفة الله فطرة، أهو يعني جبل هكذا بس آدم. الآية اللي أنت قدمت بيها الحلقة نعم. لازم الناس تفهمها بنسبة 100% إن صح التعبير، نعم. مش 99. ليه؟ الحكاية المولى عز وجل لما جاب لنا القصص في القرآن جابها لنا ليه؟ مش عشان نسمع حواديت، بالعبرة والعظة. أهو كده عشان أعرف أنا تنحطاط. بالظبط كده. فلما يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق، يبقى الفسوق ده له مناط. طب إحنا بنفسق ليه؟ إحنا بنطلع بره الشريعة ليه؟ وبره القرآن ليه؟ وبره السنة ليه؟ وبره الخلق ليه؟ وبره الخالق ليه؟ يعني دي أسئلة لازم نسألها لنفسنا. متى يعصي ابن آدم؟ لما يبعد عن المنهج. صحيح. لدرجه ان الراجل خد بالك اللي رايح يرتكب معصيه لا عايز يسمع قران، دي حاجه غريبه جدا. صح. لو قابل محمد خالد يعمل نفسه مش شايفه، محمد خالد بقى يقعد يقول له قران وحديثه، ما هو رايح في سكه رايحها قاطعها. صحيح. مش عايز السكه، مش عايز حاجه ترجعه. انت فاهمني؟ فده الفسوق اهو. غشي عليه تماما. بالظبط. لا حول ولا قوه. ويعمل نفسه مش يعمل نفسه مش شايفك عشان انت ما تندهلوش، هتقول له رايح فين؟ هيقول لك ايه؟ يعني دي طبيعه اللي عايز يخالف. اذا انفسق يعني خرج عن شرع الاله الحق. ابتعد عن الاوامر والنواهي. مش عايز يسمع افعل ولا تفعل. مش عايز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش عايز واحد يقول له بدل ما تروح المشوار ده تعال صلي المغرب الاول، لانه لو صلى المغرب مش هيروح. صحيح. وهكذا الطبيعه بتغلب. وعشان كده تملي المسلم المؤمن الواعي يلتصق بالجماعه. هذا الكلام صحيح. الجماعه صحيح. لان الرسول يضرب لك مثال. صحيح. اللهم صل عليه الصلاه والسلام. يقول لك والسلام. الذئب في الطبيعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. القاصيه ما يقدرش يقرب من القطيع. صحيح. وهكذا الشيطان ما يقدرش يقرب من الجماعه، انما يستفرد بالايه؟ بالوحده. بالواحد لوحده. بالفراده. انما لو اتنين ويجي ياخد منهم واحد هيقول له انت رايح فين؟ لا ازاي حرام عليك بتاع يعني يذكر احدهم الاخر. بالظبط كده. بالظبط كده. وعشان كده الجماعه في الاسلام اصل. مش 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 ايه؟ مش الفرد هو اللي اصل. صحيح. لا الجماعه هي. وخد بالك خطاب القران كله يا ايها الذين امنوا بيكلم. صح. جماعه المؤمنين. صحيح.
سليم. ولله على الواحد، لا على الناس. تبص تلاقي الأصل في التوجيه الإلهي الجماعة. نعم. وعشان كده بننصح شبابنا بإيه؟ التزموا الجماعات. الشاب اللي يلتزم الجماعة ما يغلطش. حتى إبليس نفسه انشق عن الملائكة وذهب وحده يدخل في آدم. ما هو عايز، ما هو انفرد. انفرد برضه. انفرد. أنت فاهم إزاي؟ فدي قضية برضه من قضايا اللي عايزة إيه؟ تدرس. نعم.